السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. به الموضوع بتاع وجهة نظري حول الحياة بعد الموت سوف يكون يوم الأربعاء، ونخليه يوم الأحد نتكلم فيه بصفة عامة على مواضيع عادية، بينما يوم الأربعاء نطرح سؤال ونحاول أن نجيب عليه. اليوم في الحقيقة حبيت نتكلم على مسألة مهمة بالنسبة لي بيسير بالطبع، هي مسألة إرضاء الآخرين. نعرف احنا المثل العربي اللي يقول إرضاء الناس غاية لا تدرك، وتعرفوا قصة إشحاق وولده والحمار. القصة معناتها معروفة، يعرفوها ياسر، اما مش نذكرها باختصار. انه إشحاق مرة خرج مع ولده ومع الحمار متاعه مشي للسوق، ركب هو وولده على الحمار ومشى. في الطريق عرضوه عباد جماعة قاموا يتمنيكوا عليه، قالوا له ما تحشمش، راكب انت ولدك على الحمار، ما ترحموش الحمار شوية يا اخي. حشم هو اهبط وبدا يمشي على ساقيه هو وولده. عرضوه جماعة اخرين قالوا له على الشاريه الحمار انت كي ماكش راكب عليه، يا عاد مشي بيعه خير لك. يا اخي حشم طلع فوق الحمار وخلى ولده يمشي على ساقيه. عرضوه جماعة اخرين والله من لابو ولدك يمشي على ساقيه وانت راكب على الحمار، فعوض هو راكب وانت تمشي على ساقيك. يا اخي حشم مرة اخرى هبط ركب ولده مشى هو على ساقيه. عرضوا جماعة آخرين ملا وليد مش متربي، مخلي أبوه يمشي على ساقيه وهو راكب على الحمار. يا أخي عاود هبط ولده وهز هو ولده الحمار. تعدى جماعة قالوا ملا به مشاري حمار باش يهز هو، فعود هو ولده راكب على الحمار، فهمت؟ هازين هو الحمار. يا أخي شحاق ما عرفش يعمل، وصل للسوق مشى باع الحمار وارتاح من الحكاية وارتاح من الكلام. إذا هذه معناتها القصة العبرة منها هي مسألة الردود. تلقى ياسر أسئلة سواء على اليوتيوب أو في الخاص أو على فيسبوك، ساعات انت نقرأ نضحك. مثلا نضرب لك مثال، واحد يقول لي اشبيه اسلوبك تقليدي، اشبيك ما تستعملش كلام جارح. واحد اخر يقول لي راهو كلامك ياسر جارح وقت تكون سؤال غبي، راهو يجرح عباد. عباد يقولوا لي علاش ما تستعملش كلام قبيح تحت السره. عباد يقولوا لي راهو الكلام متاعك يعني معناتها العباد معناتها كيما نقولوا احنا تضرهم كي تتكلم وتقول عليهم كلام خايب وكذا، وحاول هذب كلامك. يعني وقت نقرا هذوما التعليقات هذه مساله، مثلا حاجات اخرى. مثلا واحد يقول لي احنا ما حشتناش باش تكلمنا على حاجات خارج الاسلام. جماعه اخرين يقول لي لا 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 احنا نحبك تكلمنا كان على الاسلام. جماعه يقول لك لا نحبك تحكي لنا على مثلا المعجزات في المعجزات القرانيه ولا الاسلاميه وكل شيء. يعني كل واحد يقول لك حاجه. واحد يقول لك حاول باش تخرج لنا لبرا، نخرج لبرا يا ولدي معناتها اعمل اخرج لبرا واقعد لبرا واعمل فيديوهات لبرا، نخرج نعمل فيديوهات لبرا، يقول لك راهو فما ريح وفما حس ورانا ما نسمعوش بالكدا. يعني مهما عملت ديما هناك ملاحظات متناقضه. انا اشكر الجميع على تفاعلهم مع الفيديوهات ونقول لهم واصلوا النقد نتاعكم وابداء وجهات نظركم مهما كانت، لكن مش يعني ان وجهات نظركم مش ناخذها بعين الاعتبار. انا نحاول حاجه برك نحاول باش نكون نفسي، يعني باش نحاول باش نكون اكثر شيء، فهمت؟ نكون نفسي انا معناتها الحاجه اللي نجم نضمنها اني نكون طبيعي اكثر شيء ممكن. نحاول ما نتصنعش، ونحاول باش نكون نفسي. وقتها ساعات فتخرج مني كلمه لازمني نعبر عليها ونقول سؤال مثلا غبي،
راهو هذاك هي قناعاتي الداخليه. انا معناتها مد معناتها التجربه بتاعي علمتني حاجه مهمه جدا وحبيت نقولها لكم. يعني هي تجربه معناتها حياتي انا مانيش صغير، يعني كما تعرفوا 50 سنه، يعني اللي يشوفوا فيا نظن كلهم اصغر مني ولا فرد عمر وكل شيء، معناتها عندهم حتى هما التجارب بتاعهم وكل شيء. تعلمت حاجه اني اكثر شيء يمكن نكون انا نفسي انا على طبيعتي احسن. علاش؟ لاحظوا انا معناتها وقت كنت صغير واغلبنا فنتعلمونا العقليه الاسلاميه بصفه عامه، تعلمنا باش نكونوا منافقين، تعلمنا باش يكون عندنا طبيعه وتصرف مع الاب نتاعنا وتصرف مع الام نتاعنا وتصرف مع الاخت نتاعنا وتصرف في العمل وتصرف في المدرسه وتصرف مع الاصدقاء. يعني لو تلاحظ في المجتمعات ما يسمى بين قوسين العربيه الاسلاميه، يعني من الصغر نتاعك يرسخولك في مخك انك تكون مزدوج الشخصيه وعندك تصرفات مختلفه في كل ظرف وفي كل معناتها مجال معين. يعني مع الاستاذ نتاعك تصرف، مع اصدقائك اللي يقراوا معك تصرف، مع امك تصرف، وحدك تصرف. هذه العقليه الاسلاميه مع الاسف حتى اللي خرج من الدين الاسلامي ولا ملحد ولا لديني ولا ربوبي مازال عنده هالطبيعه هذه، يعني يحب يرضي الاخرين. ما نجموش نرضيو الاخرين، مستحيل، فهمت؟ ونضيعوا الوقت. انا لاحظت مثلا ساعات مريت انا بهذه المرحله، نحاول باش نكون باهي سواء على الانترنت سواء في حياتي اليوميه ونضحك وكذا وعادي وطبيعي باش نقنع شخص باش يكون قريب ليا، وهو نفس الشيء يعمل نفس التصرف باش يكون قريب ليا. من بعد وقت نتقربوا لبعضنا ونعرفوا بعضنا نكتشف اللي الطبيعه نتاعو تختلف على اللي قال لي عليها، والطبيعه نتاعي تختلف على اللي هو تصورها. اذا شنو يوقع؟ يوقع مشكل من بيناتنا، ويمكن يوقع عداوه ويوقع انفصال. هنا نكونوا اول حاجه كذبنا على رواحنا احنا، والشخص الاخر كذب على روحه، تعرفنا على بعضنا، انا خذيت عليه فكره وهو خذ عليه فكره، من بعد وتتعرفنا على بعضنا اكتشفت اللي هنا الفكره اللي خذيت عليه خاطئه وهو الفكره اللي خذاها عليها خاطئه، اذا افترقنا وتخلق من بيناتنا ما يسمى بالعداوه وبالمشاكل من بيناتنا ما غير اي سبب. لماذا؟ لاني انا نفقت وهو نافق، ولا حتى انا ونافقت هو ما نافقش، ولا هو نافق وانا ما نافقتش. اذا لقينا رواحنا بعد شهرين ثلاثه سته شهور ما عادش نحكيو مع بعضنا، لان هو ما عرفنيش على حقيقتي وانا ما عرفتوش على حقيقتي. اذا لهذا انا حبيت في هذه الفيديو ناكد على مثلا نتكلم بصفه عامه، راهو كي نحاولوا نكونوا طبيعتنا الحقيقيه احنا كما احنا بعيوبنا بعيوبنا كلنا، ما نحاولوش نخبيو، نحاولوا نكونوا عارين قدام المجتمع، اعرف اللي فما شكون باش يحبك على طبيعتك هذيك، وهكاك يجيك العبد اللي يحبك على طبيعتك هذيك. مثلا معناتها انت مثلا نرفوزي، انا مثلا صحيح وحدك ساعات نتنرفز، ووقتها نتنرفز عندي تنوع من التصرف في التنرفز نتاعي. اني وقت نتنرفز عندي نوع من التصرف، لازمني نظهر على طبيعتي مع الاصدقاء ولا مع العباد اللي يعرفوني باش يعرفوني. اكيد فما عباد ماهمش باش يقبلوا التصرف نتاعي وقت انا نتنرفز، اذا هذوما الاشخاص باش يحاولوا يبعدوا عليا ولا يحاولوا يفهموني على حسب مستواهم الفكري. فما عباد مستوى الفكري يسمح له باش يتفهم الشخص ويعذره، وفما عبد لا يفضل يهرب ويبتعد وما يخلطش هذاك الشخص. اذا هنا حبيت ناكد على المساله، على قد ما احنا نكونوا طبيعيين وفي كل علاقاتنا سواء في العمل سواء في الدراسه سواء في الاصدقاء سواء كل شيء، على قد ما احنا نكونوا طبيعيين على قد ما يجيونا ويقتربوا منا الاشخاص اللي يتحملوا ولا يقبلوا الطبيعه نتاعنا. ما فماش واحد، راه ما فماش واحد في العالم هذا ما عندوش اصدقاء، ما فماش، مستحيل.
معناتها مستحيل في العالم واحد حتى اللي تقول عليه انت اخيب واحد. هذاك علاش مساله الخايب والباهي وكل شيء مساله نسبيه. خايب بالنسبه لشكون؟ بالنسبه ليك انت. لكن اكيد فما واحد اخر يعتبره صديق حميم. وهذا ينطبق في كل المجالات. كما انت تنجم تتفاهمش مع واحد في العمل ينجم واحد اخر يتفاهم معاه. كما انت تنجم تتفاهمش مع ابوك يمكن بوك معناتها عنده مع ولد داخل ينجم يتفاهم مع ابوك. ولده الاخر ينجم يتفاهم مع ابوك. اذا مساله نسبيه. كيفاش انت تشوف الحاجه وكيفاش انت طبيعتك. المشكله اللي حبيت نركز عليها هوني احنا كي نافقوا نخبيه الطبيعه نتاعنا. وقت نخبيه الطبيعه نتاعنا نوليو نخسروا وقت ويتعرفوا علينا عباد ماناش احنا حشتنا بيهم وما همش هما حشتهم بينا. اذا هنا باش نرضي العباد الكل مستحيل. هذاك علاش انا في الفيديوهات نتاعي رغم كل الملاحظات راني ناخذ بعين الاعتبار الملاحظات. مثلا حوت يقولوا لي مثلا نتكلم في الموضوع هذا نتكلم في الموضوع هذا. وقت نحس روحي نحب نتكلم في الموضوع هذاك نتكلم في الموضوع هذيك ما فما حتى مشكل. اما كان انا ما عنديش هذاك الاحساس لا. اذا هذاك علاش لازمنا نكونوا طبيعيين. وانا نحاول في الفيديوهات هذم باش نكون طبيعي الاكثر شيء ممكن باش الفكره توصل. مثلا بعض عباد يقولوا لي علاش ما تحطش مصادر. يا ولادي راني ما نحبش نحط مصادر. انا نحب نحكي من هذوما زوج نقطتين. نقطه المصادر فهمت. وراهو تو نرجع مساله الدين الاسلامي والمعجزات تو نرجع تنحس روحي عندي معناتها رغبه في الحديث على الاسلام تو نرجع. لكن انا نعرف اللي فما في الانترنت وفما عشرات الاشخاص الان يتكلمون على الاسلام وينقدون الاسلام سواء بالكتابه سواء بالغناء سواء بالرسم سواء 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 سوا. اذا هذاك علاش انا حبيت نبعد شويه على ما هو معناتها موجود. ورغم اللي الحديث ونقد الاسلام هو مساله معناتها واضحه. هو الاسلام راهو في الحقيقه انا شخصيا ارى انه يكفي ان تعرفه كما هو كما هو. تعرفه العبد عنده ذره من العقل مستحيل يبقى في الاسلام. لكن المشكله ليس فقط الخروج من الاسلام. يعني تجب تقول انا ما عادش مسلم. ولكن هل نحيت العقليه الاسلاميه؟ هذيك المشكله. المشكله في هذه العقليه اللي تربينا عليها. انا 20 سنة وانا نحاول ننحي في العقليه الاسلاميه. وصدقوني الى يومنا هذا ومازالت عندي حاجات تنبع من هذه العقليه الاسلاميه. لان بالنسبه لي انا شخصيا ارى ان علم النفس وعلماء النفس يجوهم ان يدرسوا المرض اللي يسمى المرض الاسلامي. بالفعل الاسلام مرض عقلي ومرض نفسي. هذاك علاش علماء النفس لازمهم يحضروا دراسات معناتها في هذا المجال كيفاش يعالجوا الانسان من الاسلام. لانه هو بالفعل مرض نفسي ومرض عقلي. لان الانسان ومش معناتها الاسلام بحد ذاته هو كحاله مستعصيه من الامراض من اقوى انواع الامراض. ولكن بصفه عامه المرض الديني بصفه عامه انا نحكي عن المرض الديني. يعني توا عبد في العصر هذا وفي الوقت هذا وفي المستوى الوعي هذا مازال يؤمني بجنه ونار؟ مازال يؤمني فهمت بملائكه؟ مازال يؤمني بشيطان يغره؟ مازال يؤمني معناتها بافكار يعني حقيقه يعني اضحوك يعني كيفاش يؤمن بالحكايات هذيا؟ يحكي يؤمني بالجن ويؤمني بالسحر ويؤمني بحاجات مش ملموسه. توا انا وقت نقول لكم هذه الورقه فهمت هذه ورقه شكون باش يخالفني؟ حتى حد. نظن هنا غايه الناس هنا معناتها هذه معناتها مساله مش غايه هذه معناتها هذه حقيقه. هذه ورقه هذه حقيقه لا يختلف عليها اثنين. يعني لو تجيب واحد صيني واحد أسترالي واحد أمريكي واحد من أي دولة في العالم وتوريه هذه يقول لك ورقة باللغة متاعه. كل واحد يقول لك هذه ورقة هذه مثلا.
يعني هذايا حاجات اللي احنا نتفقوا عليها، وتنقولوا الشمس ما فهمش شكون يختلف فيها، وتنقولوا القمر ما فهمش شكون يختلف فيها. اما هذه يعني احنا كبشر لازمنا نتعاملوا بهذه الاشياء. اما الاشياء الذي لا يمكن، هي مسألة إحساسية، فهمت؟ إحساسية، وفما مسألة خيالية. لازم نفرقوا حاجة ملموسة، حاجة محسوسة، وحاجة خيالية. يعني أنا تصورتها، أنت تصورتها تخصك كان أنت، أنت حسيتها تخصك كان أنت. يمكن نتفق في الإحساس مع إحساس آخر، مثلا إحساس الحب. أنا أحب شخص آخر عنده نفس إحساس الحب، نجم نتفاهموا لأن إحساس متبادل. نقول الشمس تطلع في النهار، هذا متفق عليه، فهمت؟ أما مثلا حاجة تخيلتها، أنا تخيلت إله، أو تخيلت حياة بعد الموت، أو تخيلت جنة، أو تخيلت تنين، فهذه أمور تخصني كان أنا، ما عادش أنا فيها مجال مشترك مع شخص آخر، فهمت؟ يعني الشخص الآخر يمكن يسمعني باش يفهمني، ولكن من الجمش يؤمن، فهمت؟ يعني لو يؤمن باللي نؤمن به هنا، يولي هنا إنسان، يعني نجم نقوله كان هو ما حسش، ما تخيلش هذاك التنين، ما تخيلوش، يولي إنسان تبع. وهذا هي الدين، أغلب اللي تبعوا الدين مع الأسف لا يعيشون، لا يعيشون هذا التخيل الديني، وإنما يتبعون. من هنا المشكلة، هنا المشكلة. نشوفه في الإسلام ولا في الأديان الأخرى تلقاها شيء موروث وطبيعة منقولة من الصغر متاعه، ويجي يقولوا له ربي بش يحرقك بالنار، ربي بش يعمل لك، ربي بش يقد لك، ربي بش يضربك، ربي بش صلي صوب. يعني الإنسان ما هوش طبيعي، وهذا هو موضوع الفيديو بتاعنا. يعني كون طبيعي، لو تريد أن تؤمن بإله فأؤمن بإلهك أنت الذي تراه أنت المقتنع به أنت، ليس الإله الذي تخيله غيرك وأنت تتبع فيه. هذه هي معناتها النقطة اللي حبيت نقولها في الفيديو هذه، هي حاول بش تكون نفسك. راك تكون نفسك تربح ياسر حاجات. أول حاجة ترتاح مع ذاتك، وثاني حاجة تربح وقت باش تتعرف على عباد يكونوا بالفعل أنت محتاجهم وهما محتاجينك، ويكون فما تعامل من بيناتكم وتفاهم من بيناتكم، وما تطيحش على عباد ما عندك حتى مصلحة بهم، وإلا تكتشف بعد شهر ولا شهرين ولا عام أنهم أشخاص ما يمكنوش ينفعوك. يعني هذه المسألة معناتها مهمة جدا، حبيت نقولها في الفيديو هذه، اللي هي كن نفسك تفز، كن نفسك في كل شيء، كن طبيعي. حاول أنا ذي معناتها الكلام وجه لكل من هو غادر الإسلام بصفة عامة، فهمت؟ راهو الإسلام يعلمك أن لا تكون نفسك، الإسلام يعلمك أن تكون مستسلم ومفكر بعقل العالم الفلاني أو بعقل محمد أو بعقل إله محمد. إذن وقت تغادر الإسلام مهما كان اتجاهك من بعد مش مهم، المهم حاول حاجة تركز فيها الإسلام، حاول أن يدمر شخصيتك، يدمر ذاتك، يدمر طبيعتك، يدمر حقيقتك. حاول أنت بستسترجع هذا الشيء اللي يدمره فيك الإسلام، وهي طبيعتك. أي حاجة تحبها أعملها وانت مقتنع بها، ومهمكش في ردود الفعل. راهو ردود الفعل مهما عملت باش يكون فما رد فعل، هذه مسألة واضحة ولا نقاش فيها. اللي عملته لازم تلقى شكون باش يعارضه. اذا ارضي نفسك تو تلقى شكون اللي يرضى بيك. هذه هي الفكرة اللي حبيت نوصلها، ومع فيديو قادم نهار الاربعاء 20 دقيقة، بنحاول ما نتجاوزش 20 دقيقة باش نتكلموا على وجهة نظري عن الحياة بعد الموت، هل هي حقيقة أم خيال؟ وشكرا، ومع فيديو قادم. بسلام.